أهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. اليوم عندنا كرسي ذوي احتياجات خاصة، وبدنا نعمل مساقطة بالرسم الثنائي البعد. كيف بدنا نعمل؟ بنروح على من ملف، بنختار جديد، وبعدها بنروح على الرسم. هون نحن فينا نغير الشت اللي تحت، ونغير الاسم، ونغير الأرقام، وكلها قابلة للتعديل. هون هلا هون بالبداية نحن بس نفتح، إذا فتحناها بهي الطريقة بيكون الرسمة موجودة، فنحن بس ننقر عليها استوردناها. هاي هي مساقطة، نختار مسقط يكون حلو. هاي هي المساقط. هيك بنختار إشارة صح، مثلا هذا المسقط ما بدنا اياه فينا نحذفه، وهذا المسقط بدنا اياه ننزله لتحت. بدنا نحن مسقط سكتش بالمنتصف مثلا، لأنه ناخذ منتصف هذا المسقط نحط له إشارة صح، نحط له أوكي. هيك صار عنا سكشي. نرتب الرسمة بقى بطريقة مناسبة. نتمنى تكونوا استفدتوا، ونتمنى الاشتراك ودعم القناة لحتى نقدر نستمر ونعطي دائما شيء جديد.